حيدر شلونك ابو حيدر؟ حبيبي شلونك الغالي؟ الله يخليك بعد روح. شنو هاي الصينية اللي بيدك؟ والله صينية هاي 4 نفرات تشريب مشكل. حلو. 3 تشريب و1 طلية. عاشت ايدك ابو حيدر. حيدر هاي ميزة اللمعة شنو هي التشريب؟ حجي مو سوق هذا ضيم هذا واحد عراق. عاشت ايدك. بازل درجة أولى. اشتريك أبو حيدر. شو الساعة حجي؟ هاي والرقبة. هذا الزلت. هذا الزلت. هذا الزلت. بس شوية حبشكلات. امشي الحبشكلات ابو حيدر. زينة هاي ما صيني. بس اروح حلقلي. خلي حضرونا جبس. جيب هاي الصينية خلي هنا. لزمها سرف. نعمل اكيد. الله ما تكمل. لا أمر. هاي القلية الزينة. هاي بصل القلية كل ما ينشبع منه هذا. أبو حيدر شنو هاي الرهاول باللحمة؟ أبو حيدر قاعد ترجف هاي اللحمة. شلون بترجف حجي؟ مال الحي عراق يقول لك بس تعال كني أخوة. الا فتيت جاك شبس القرادة. جيب شو تشبس بس شنو خالي؟ هاي المرحلة الأخيرة اللي وصى بيها الدكتور ووراها روح شوية راويهم قدر الباشا حتى لا يقولون أبو حيدر يشتغل بس تشريب وعاي في الباشا. عشت لك أبو حيدر. حبيبي هاي الصواني المعدل. عاشتي لك ابو حيدر. وهاي الثاني على التجهيز بين ما تروح الصواني الباشر. دقائق ونجيك ابو حيدر. ايوه الصواني اللي يمك. ابو علي صباح الخير ابو علي. بعد قلبه. شنو هاي الصواني اللي بيدك؟ بعد راس باشر ويا نفط راسه. عاشتي لك. تحت راسه تسوي. عشان عاشتيرك ابو حيدر. هذا المنبار. نرجع لابو حيدر. ابو حيدر وين وصلت ابو حيدر؟ عجي راح تكمل. طب ما صار الفيديو طويل شوفه. 3 دقائق ونص حنكمل. هذا اقطع ذاتك لان طويل مو حلو. تمام. العنوان وين ابو حيدر؟ كرادة شارع 62. عاشتيرك ابو حيدر. الغيها حجي. يعني الغيها كلها مدار احسب الغيها. خلي تونس الزبون خالب اللحم العراقي الدرجه الاولى. شوف هاي الملكيات السرى والله ما لحق عليها باوع. دارب ويا دارب القليه في اللحم مال الحي. شوف ابو حيدر اللحم. ادري بي حجي. درجه اولى. شوي بعد داري. يلا تعال خلي لك قطعتين قوزي. دور خالي دور بشلال علي بيك. هذا هاي ضلع زينة. جيب هاي الرقبة الزينة. اوقف. يلا حالي يلا. يلا دار بالمنبار كافي. يلا دار بالمنبار.
دار بالمنبار، جيب بعد شوية منبار. يلا أبوي يلا اقطع ما خالي، جيب بعد الصواني الباقية. هذا عيوني أنا، مرحبا شورة قلبي. يلا ابو داري عندنا صار بعيده. اضربوا اضربوا على جهه الاحمر. يلا شد ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسام ابو حيدر شنو هالسنة اللي بيدك ابو حيدر؟ حبيبي الغالي، ان صينيتين ملكيات، كل صينيه 3 تشرين. حيدر الصيانه عندك مشكل، كل شيء يطلع عنده، بس اني هسه بس تشريب يريد تشريب 200. مستمر الصيانه الملكيه؟ طبعا بعد تم نشر البزر خالد. عاشت لك ابو حيدر. عالم تعرف ابو حيدر نفر مان. هسه نروح للحوض نصيد ابو حيدر؟ ها؟ نروح نصيد؟ طبعا. هسه هاي اول وحده تطلع الزينه. هاي عندك الرقبه. وهاي زنت. عاشت لك ابو حيدر. هاي الحب اشكالات. امشي لحب اشكالات. اللمسة الأخيرة أبو حيدر. وصى بيها الدكتور. تعال علي. تعال خذ هاي الصينية. خلي عليها 3 قرص أو سلفين. يا الصينية الثانية أبو حيدر. إيه. استمر الصواني يا حجي. ابو حيدر راويني بس القوام مال السوق. ها؟ قوام السوق قوام السوق. شوف الثخن حجي، شوف مربى والله مو سوق. عاشتي لك ابو حيدر. تجي على السمعه الحلوه، على اللحمه الطيبه. يدرون بلحمنا عراقي مال الحي. عاشتي لك ابو حيدر. ويدك العايشه حبيبي. Thank you.
الشمس الأخيرة. عاش لك ابو حيدر، ابو حيدر شلونك ابو حيدر؟ حبيبي غالي بالصوت. هالسنة شنو الأدب؟ حبيبي هاي الصينية ملكية أربع نفرات، اثنين قوزي واثنين عصاعيص. عاش لك ابو حيدر. إلا معدلة. الله تمن البزيان. تابع حبيبي المشاهد. واو قل له الا واحد بغداد. واحد عراق شنو واحد بغداد؟ عاشت ايدك ابو حيدر. حبيبي ويدك العاشق. واو قلبي. فروح اول مره العصاعي صرنا بنرجع القصر. تمام عاشت ايدك. واو شلون قوسي شلون عصاعي صالي الا درجه اولى. وهذا واحد ينشر لي كنن اصابيع، هذا مالك كنن اصابيع يصيح هاي عصاعيص. حبيبي الغالي السلام عليكم. عيوني السلام. نسمي العصاعيص نرجع عليه من عالقوز. شلون عصاعيص بابا العظم؟ بابا هذا العظم مفصول، كل العظم مفصول بابا. ستت الله يعيضك وزينة. درج استواء 100%. هاي النوم بصرة هذا اشكالات يمشي. هذا الفلفل على قولت المصال وهاي الفليفلة. جيب لي وينك؟ جيب لي معون منبار. هسه شنو اجى خالد؟ اللمسة الأخيرة أبو حيدر. نجي على 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 الدانة الأخيرة، على صبغتنا الأخيرة. جيب لي معهم منبار. يا اخوي حيدر هاي لوحه فنيه. شنو حجه غشك دباعي؟ عشتي لك ابو حيدر. عيوني حبيبي الغالي الله يحفظك الله يخليك. الله عغاتي هاي داريها شويه بالشبس. هذا شبس الختام. هذا ابو حيدر شلون لعد؟ هذا انداري بيه. هذا عاشت حبيبي. هذا بس العنوان جراده 62. هلا وقلبي هلا وجاسم شلونك؟